النهارده هناخد دلوقتي يعني المحاضرة دي الكونسبت اللي اسمه باد بروباجيشن. ده بنعمل فيه ايه؟ ده اوبتمايزيشن تكنيك علشان نمرن النتورك بتاعتنا في حالة التريننج، والهدف ان انا اوجد ويتس بعد ما اتعلمت من التريننج. وار توكينج اباوت الكيس بتاعتنا دي بنسميها سوبرفايزد ليرنينج، لان في عندنا ثلاث انواع من الليرنينج كده، سوبرفايزد وان سوبرفايزد نتكلم على الباد بروباجيشن. بنستخدم تكنيك اسمه جراديانت function. When we talk about the activation function, we talk about the limited sum من الانبوت اللي هو هنا بيديني ايه limited sum ده، عشان احوله واخد بيه قرار من الاوتبوت، هو هارد ليميتر ولا سيجمايد ولا تانش ولا اوتيفر الحاجه اللي احنا هنقولها. الكيس بتاعتنا اللي احنا هندرسها هنشوف يعني كمثال الكيس دي بتشتغل ازاي. هنشتغل هنا على السيجمايد، يعني منتشره جدا صحيح في حاجات حديثه برضو مع السيجمايد شغاله، بس السيجمايد ستنسل باركينج وشغاله كويسه. يعني لو كل واحد معاه ورقة وقلم هيبقى هيعرف يتبع له شو الأول. طيب in general أي function يعني الكونسبت الأساسي اللي احنا رايحين نعالجه دلوقتي، أنا عندي function ممكن تبقى شكل الـ function دي معقد أوي، شكل الفانكشن دي معقد جدا لدرجه ان انا مش عارف. انت عندك كذا لاير وكل لاير فيها فانكشن اللي هي السيجمايد وتراكيبهم مع بعض لاير افتر لاير بتخلي شكل الاوتبوت with respect to the input as a function معقد جدا. طيب in general في الاوبتمايزيشن يقول لك ايه؟ يقول لك انت مثلا وقفت عند نقطه خدتها رندوم، يعني الطريقه اللي بنمرن بيها او كده اهوت، الخطوه الاولانيه في الفيكتور اللي اسمه ده بتاعك، أو إذا كنت هتقول هو W مثلا في الحالة بتاعتنا دي جي وكي، الجي وكي دول خدهم راندوم، خد value راندوم،
خلاص، واقعد دور على نقط حواليك او نقط تانيه وخد القرار بروجريسيفلي، يعني كل شويه خد القرار في الاتجاه. فبيقول لك خد كالكوليت الايرور، انا لسه برضه هنشوف يعني ايه الايرور. لازم نكون فانكشن اسمها ايرور، يبقى لازم عندي اوبتمايزيشن فانكشن، وانا لازم يبقى عندي هدف اسعاره. انا ما اقدرش اخش احل بروبلم من غير ما يكون عندي هدف اسعاره. فايه الهدف اللي بالنسبه لي؟ ان انا عاوز امينيمايز الايرور. فهنفورموليت الايرور دلوقتي. خلاص؟ انا عاوز اعمل ايه؟ كالكوليت الايرور والخطوه الثالثه ابتدي اغير، ابتدي اغير نسميها مثلا نيو فاليو، يعني في نيو، نيو فاليو يساوي دبليو جي وكي الت زائد دلتا دبليو جي وكي. غير، خد خطوة في اتجاه بحيث such that الايرور اللي انت حسبته هنا خلينا نسميه اي، الاي ده to be reduced، يعني انا عاوز اقلل الايرور. فانا عمال اتحرك. الخطوه الرابعه بنشوف هل الايرور اللي احنا الايرور اللي بين ايدينا وصل لحد مقبول، يعني بنسميها دي في ستوبنج كرايتيريا. بنتشيك هشرحها بعد شويه. ستوبنج كرايتيريا اوكي ستوب، اذروايز نو. ارجع تاني، مش هنرجع بقى في الراندوم، هنرجع فين؟ نرجع مره تانيه لغايه نشوف الايرور حصل له ايه، وناخد خطوه اخرى والايه؟ والايتريت بهذا الاتجاه. السؤال هو ازاي دي هتاخد راندوم فاليو للويتس؟ امرها سهله. راندوم فاليو للويتس ممكن تلاقي تقول والله يعني من ناقص واحد زائد واحد من صفر لواحد، يعني ايه؟ ما انتش هتسيبها مثلا تاخد قيم مليون وبتاع، لا هتاخد قيم راشنال. انما دي نعملها ازاي؟ كل انواع النيورال نتورك اللي هنشتغل عليها الكونسبت الاساسي ده موجود فيها بدرجه او باخرى، موجود فيها. فعاوزين نفهم الكونسبت اللي اسمه جراديان ديسنت ومفهوم الباك بروباجيشن. مفهوم الباك بروباجيشن بسيط قوي. الفكره بتاعته ان انا عندي عاده بيبقى يعني عندي نتورك عاملة كده كذا لير، حتى لو هي كذا لير مش لير واحدة، وهي كونكتد فولي كونكتد، وليها كام بوت؟ فالانبوت هنا اكس والاوتبوت هنا واي، واي واحد واي اثنين لحد كده، واكس واحد اكس اثنين كده. انا وانا ماشي في هذا الاتجاه باخد قيمه عندي ويتس لحظه من اللحظات، الويتس خلاص انتهى، عديت الويتس وجبت قيمه، بحسب الايرور التايم سيت التايم تي، وهنا برضه الويتس التايم تي، الاكس ثابت والواي ثابت، احط قيمه من الاكس المفروض يطلع لي قيمه من الواي، وعندي حاجه اسمها التارجت.
التارجت اوت بنسميها تي، وبناخد الواي ماينس التي دي دلاله على الايرور، الاوت بوت الاكشن ناقص الاوت بوت التارجت اللي احنا نفسنا فيه، واخد بالك؟ ف هنحسب من هنا الايرور، وبعدين نعمل باك بروباجيشن للايرور. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بعد ما نحسب الايرور واحنا ماشيين في هذا الاتجاه، هنقول له هو التفكير ان الايرور ده انا عاوز اقلله. اقلله يعني ايه؟ هقعد العب في الويتس دي العب فيها بحيث ايه؟ الكريتيريا ان انا اقلل الايرور ده. بعملها بالراجع، باخد اللير دي واظبط فيها واللير دي واظبط فيها وهكذا وانا راجع. فبيسموه باك بروباجيشن عشان كده. يعني في فورورد فيس وفي باكورد فيس، تمام؟ نعم. تفرق ايه لو خدتها بالراجع او خدت حتى لاير في النص كده؟ تاني؟ تفرق ايه لو انا خدتها بالراجع او بالراجع او خدت اي لاير في النص وظبطت فيها مثلا؟ لا، ما اشرح لي التكنيك كامل على بعضه. مش هو انا ممكن اخد لاير مثلا واغير الويتس فتقلل لي ايرور في الراجع. ماشي. يعني مسألة التنظيم ان انا بحسب بغير الويتس بحسب الايرور. واخد بالك؟ يعني مالهاش هدف معين ان انا باخد معاك باك بروجيشن. لا، يعني في الاخر هي بتنظم. انا بحسب الموجة الاولية، انا بحسب كام ايرور، وبعدين وانا راجع بظبط الويتس. احسب الايرور بظبط الويتس، احسب الايرور بظبط الويتس. سموها باك بروجيشن. طيب هو الويتس دي هي في الاخر ان انت هتنتهي باحسن سيت اوف ويتس، جابت لك احسن ايرور، اقل ايرور ممكن، هي دي اللي هتعتمدها وتقول خلاص انا مرنت الايرور بتاعتي، انا عندي سوليوشن، واخد بالك؟ يا ريت يعني هتتابع بشكل افضل لو كنت. نعم. ما هو انت كل مره هتشوف تاثيرها ايه؟ ما دي ده هو بقى قيمه التكنيك اللي انا جاي اشرحه ده في الحته دي، ان هنا بيضمن لك ان دايما دي في الاتجاه الصح. الديب السند او الجريديان السند هو ان انت اشرح أول اللي هو البارامتر اللي هو التربيت صح؟ بختار الراندوم عشان اجيب الواي واحسب منها الايرور صح؟ بعد كده اروح اغير الدبليو تاني وانفذ الموضوع تاني لحد ما اجيب اقل ايرور. طب هو مش كده هو كاني بنفذ الالجوريزم نفسه كتير جدا. عندك حل تاني؟ ما عندناش سوليوشن في فانكشن معقده. يعني لو كان مثلا زي ما درسنا مع بعض الاس بي ام، واخد بالك؟ حتى وان كان مش كلوز فورم سوليوشن، لكن عندي باصل لكلوز سوليوشن. ولو عندك برضه حاجه سيمبل زي مثلا سنجل برسبتور، حتى السنجل برسبتور في مره نور برضه بالطريقه دي، ان هو في الاخر بيقعد يابديت الويتس لحد ما تديني احسن ايرور ممكن، لانها معقده جدا. ما احنا مش شايفينها. يعني كونك مثلا يكون عندك بلا مبالغه 100 مليون ويت في فانكشن، لما تيجي تشوف الانبوت والاوتبوت هتلاقي الفانكشن معقده جدا. يعني تيجي تجيب الواي اي واحده منهم او كلها او الايرور من جرم ستايل نحسب الايرور مع بعض. الايرور احنا هنتعرف على انه الايرور بيساوي نص السمشن على كي دبليو جي وكي في اكس لما اعتقدت انا عباره عن الواي كي ماينس تي
تي كي وير وير التي كي ده التارجت او الواي كي الاكشوال اوت ماشي ماشي يا شباب هو ده اللي انا هو ده اللي انا عاوز اعمله من الناس عشان النص جت منين يقطع عشان لما يجي يفضل دي تروح مع دي يعني ايه كده شكلها فاديك عندك يا عم عندك ال الايرور اهو ديفينيشن ده بيسموه التارجت فانكشن ان انا عاوز اعمل له مينيمايزيشن دي مهمه جدا ولا مش عارف اشتغل طيب فين الويتس بتاعتي هي الويتس هنا موجوده فين الواي الواي تعالى بقى نشوف الواي نكتب الواي اهي ادي الواي اهي مكتوبه وادي يعني انا عندي الاي الواي اهي وكمان دي اهي ظهرت في الويتس بس بدل ما اكتب لك فانكشن معقده قوي ان ترمز اوف ده دي جي وكي اعملها على كذا خط يعني بص لدي وبعدين دي وبعدين دي فعندك شكل الايه؟ الايرور واضح عندك مشكله لغايه دلوقتي؟ اوكي نبتدي قبل ما نكمل برضه في حاجه ثانيه عاوزين نشوفها انا دلوقتي عندي فانكشن معقده قوي عشان استخدم الفانكشن دي بعد ما تعمل بلاجنج للحاجات دي جواها بعدد بقى الجينات اللي عندك والجينات اللي عندك واذا كان عندي مالتي لاير كمان مش سنجل لاير زي دي بصوره مبسطه جدا العمليه بتبقى ايه؟ مش مانجر خالص. فتعالى نشوف عم تيلور ادانا حاجه ايه تيرور اكسبانشن ده؟ عمل ايه؟ تيرور قال ان اي فانكشن مهما كانت معقده الفانكشن اكس بوينت اكس يعني عندك فانكشن في السبيس وفي نقطه الفانكشن اكس ودي نقطه ايه؟ النقطة هي لو بتعمل اكسبانشن للفانكشن اكس حوالين النقطة هي الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي اف اوف ايه عوض بالقيمة ايه زائد prime of a x x كفيكتور minus ال a كفيكتور في partial الفانكشن بتاعتي دي of x partial x وعوض عند ال a على فكره ده مش الترم الوحيد ده الترمات ماشيه لحد infinity ده بس الترم الاولاني فيها. ده الفيرست ترم فيها. يعني دي الفيكسد ترم وده الفيرست اوردر لو رحت في سكند اوردر وحاف مليون خالص. لحد انفينيتي. ده عم تيلور قال لنا ميكانسل بليفاي الدنيا بالشكل ده.
الطبيعه هنستفيد منها ازاي؟ بنقول ان الكلام ده بيساوي تقريبا الاف ايه زائد اكس ماينس ايه في بارشال اكس اف اكس اسف بارشال اكس بس بنقول بنعوض عن النقطه دي إيه؟ يعني انت تقدر تحول تعمل سمبليفيكيشن لينيرايزيشن ات ذيس بوينت يعني في الحته دي في الحته اللي الصغيره دي ممكن تعتبر ان الجزء ده بيعبر عن الفانكشن ادي يعني في اللوكاليتي دي في الحته دي كانك بتقول التانجنت هنا انا هعبر بيها عن الفانكشن الكلام يعني ايه؟ تقسيط مقبول يعني عشان يسهل لنا البروسيسنج بتاعتي ده اسمه تيلور اكسبانشن طب هنستفيد من الكلام ده ازاي؟ نستفيد من الكلام ده ازاي؟ يعني انت مش عندك هنا ايرور وعاوز تعمله مينيمايزيشن طب تعالى نسمبليفاي الايرور ده شويه يعني لو قلنا مثلا ان انا عندي الاف اوف اكس دي هي الاي عندي الاي بتاعتي الايرور ان ترمز اوف ايه فانكشن في ايه وعاوز اقللها الويتس فانكشن في الويتس اللي هي دبليو في الحاله بتاعتي دي جي وكي الايرور اللي هو ده هقول ايه موجود عند certain value للويتس old new هتساوي الفاليو بتاع الايرور عند الاولد فاليو عند دبليو اولد يعني هعبر عن ده بكده وخلاص عشان اسهل الدنيا يبقى ده اي عند دبليو نيو بيساوي اي عند دبليو اولد زائد دلتا دبليو اللي هو ده اللي هو ده في بارشل اي بارشل دبليو وهنا عند الاولد فاليو مره ثانيه تيلور بسط لنا الدنيا عملنا مهما كانت الفانكشن بتاعتي معقده انا نجحت ان انا اعمل لينيرايزيشن للفانكشن دي ات ال دبليو اولد ات ال دبليو اولد بارشال دبليو وبعوض
عند التيم ابوت علشان انا دلوقتي الفانكشن دي معقده جدا ما انا هفضلها هفضل ايه ولا ايه تعالى تعالى بس دي تعتبر على فكره سنجل لاير بسيطه جدا جدا تعالى 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 حاجه زي كده اقعد اشتغل عليها هتلاقي نفسك يعني الدنيا مش سهله طب لما تبقى 10 لايرز مش هتبقى مانجر من اصلا فنجحنا وقلنا طب ما تيجي ايا كان شكلها ايه انا هاجي عند النقطه اللي انا فيها دلوقتي مش انا خدت في الاول خالص راندوم فاليوز للويتس طب حوالين الراندوم فاليو للويتس دي عاوز اشوف الفانكشن بتاعتي اللي هي الايرور فانكشن اللي انا بحاول اعمل لها مينيمايزيشن مش انا عاوز اعمل لها مينيمايزيشن عاوز اعرف ان اخد ستيب واخد بالك في الاتجاه فعملت مينيمايزيشن يعني جبت جنب النقطه اللي انا واخدها للفانكشن جبت جنب النقطه اللي انا واخدها للفانكشن عشان ادور على نقطه يعني النقطة دي تساوي W1 النقطة دي تساوي W ميو أنا متخيل إن الحتة الصغيرة دي إن الفانكشن تنجح فيها which is a reasonable يعني assumption يعني الماثيماتيشنز يعني بيساعدونا علشان نقدر نجد easy numerical solution easy numerical solution هتتطبع افضل لو كتبت يعني تحاول تدرافت ورايح بينك قدر على التتبع المساله دي لان هي مع الوقت هتتعلم ما خططت ليه نعم ايه دي؟ اكس اكس ماينس كي دي ما ده ده نصوص ده نصوص ده نصوص ال ده بالنسبه لي انا دبليو او ما هو ده بالنسبه ده دبليو او ودي من الخطوه النقطه اللي انا واقف عندها وده بالنسبه لي دبليو نيو لا انا اول مره هاخد هعمل نورماليزيشن للايرور هاخد اي اخد هفترض باي طريقه الويتس كخطوه اولانيه وبعد عاده يكون اندر ويتس طب ده من زياده ده انا بحط ده فوق ما هو انا بهو ما عملش حاجه بفترض ان الاي بتاعتي عباره عن لينير في الحته دي وانا هحاول اخد التاب منه سو ذات لسه ما قلتش حاجه ازاي احسبها ازاي لسه حاجه بس على الاقل بقول ان انا جيت عملت لينيرايزيشن عند النقطه دي استفاده من التيلور سيريز ووجدت الفورمولا قالت للوضع ده يعني انا لو ما كانش قدامي الفورمولا دي كنت ببساطه هلجأ للفورمولا البسيطه الضعيفه دي. الفورمولا دي اقامت هتسرعني ان انا اروح ناحيه الحل بشكل ماشي؟ نعم. الدلتا ده بيجي مين بيختار نعم الدلتا ده بملا؟ هنشوف نختار ازاي. ده هو ده الايش؟ يعني انا اللي اختاره. لا هنختاره يعني سو ذات ان انا احسن لي الحل. طبعا مستني. ستيب ستيب في الاتجاه وان ستيب في الاتجاه اوكي طيب يصبح السؤال هو دي نجيبها ازاي دي نحسبها ازاي سوزا انها تديني خطوة تحسن الاتجاه. ماتيماتيكال ايه؟ اختر خطوة. أنا بفاضل
نعم؟ التشين رول؟ لا، التشين رول دي وسيلة هنستخدمها علشان تسهل لنا الحل، بس الكونسبت اللي أبني عليه اختياري للبارشال اي بارشال دبليو. يعني أنت عندك سيرفيس اللينيا، هي بتبقى لطيفة لو عندي تو دايمنشنال سيرفيس. لو عندي سيرفيس عمل السبيس اقدر افاضل في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، اقدر افاضل اخد انهي اتجاه؟ انا خلاص عملت اللينيرايزيشن للفانكشن بتاعتي مظبوط، فانا دلوقتي افاضل واخد انهي اتجاه؟ دومينانت فيه اللي هو الاتجاه اللي يديني ايه؟ اعلى انخفاض على القيمة، يعني يخفض لي قيمة الايه اكتر ما يمكن على التوب. وجت من هنا الجريدينت ديسنت، ان انت بتاخد التفاضل وبتدور على اعلى قيمة تخفض لك قيمة الفانكشن. ف بيقول لك خدها بتساوي، يعني ده كونسبت منطقي مش ببرهن عليه، اللي هو ايه؟ تيك البارشال اي بارشال دبليو بيساوي ماينس التفاضل ده مبدو، انا هاخد دلتا دبليو، انا باخد دلتا دبليو، خد دلتا دبليو بيساوي لان ده موجود التفاضل موجود، لكن انا باخد الدلتا دبليو بتساوي ماينس البارشال اي بارشال او بروبورشنال اي بروبورشنال اي بارشال اي بارشال دبليو. بالناقص معناها ايه؟ معناها خدها بحيث ان تخفض لي قد ما اقدر قيمه الايرور. يعني if you plug دلتا دبليو هنا النتيجه دي هتبقى اي عند دبليو نيو بيساوي اي عند دبليو اول ماينس البروبورشنال دي اخدها ايه؟ اخدها ايتا. ايتا ده يعني ثابت وعاده بياخدوه فراكشن كده بتاع 0.1 ولا حاجه علشان يعني ثابت في الاتجاه ده. وهتبقى هنا في بارشال اي بارشال دبليو تربيع مظبوط؟ فالواحده جايه من هنا واحنا دي احنا واخدينها، هو ده بس من جريدنت ديسنت احنا واخدينها خاصة بهذا الشكل لان ده احسن اتجاه يخفض لي الايرور. اف يو بلاك الاختيار ده جوه المعادلة هيديك القيمة دي لما نشتغل القيم الويتس كلها ريال ما فيش حاجة انجشنال، وبالتالي القيمة دي هتبقى بوزيتيف دايما مؤكد انها بوزيتيف ممكن تساوي صفر لما توصل للمينيموم ولا توصل لست السبت بوينت ولا حاجه، بس في الاخر عمرها ما هتبقى نيجاتيف. وبالتالي انت ضامن ان كل خطوه بتاخدها طالما ان انت بتاخد اتجاه ماكسمايز الايرور التفاضل ده تاخد في الاتجاه الاعلى تفاضل بالايرور عند النقطه اللي انا واقف عندها اللي هي دبليو اول
بفاضل عندها وباخد في اتجاه النازل، فانا الايرور هينزل بسرعه تربيع كمان. طب وهمشي في الاتجاه ده قد ايه؟ هتمشي في الاتجاه ده بمقدار ايتا. ايتا دي انت اختار. طب ما انا لو اخترت ايتا كبيره شويه بالظبط هتطلع بره. بالظبط، ما انت عشان كده بيفضل ان انت تختارها معقول الاول مش كده وبس، ده كمان في حاجه اسمها ادابتيف سيلكشن للايتا، تختارها صغيره على بوينت 1 ولا حاجه، بس ممكن مع الوقت كمان تختار الجزئيه انخفاضا لحد بوينت 1 مثلا. واخد بالك؟ فده البروبورشنال فاكتور اللي انت واخده ده احنا واخدينها لوجيكالي، لما بنراجي الكلام ده هنا بيديني اللي بيضمن لي ان اي خطوه باخدها وانا محتكر فيها الكونسبت ده او اللي هو الكونسبت ده اللي هو الجريد السند يعني او الاختيار في هذا الاتجاه ان الايرور بتاعي ده دايما بيجي. نعم. هنشوف بقى الحته دي فيها كلام، بس الخطوه الاوليه يس ان انا بعدل كل الويتس، يعني بحسب عندي اوت فاليو للويت خلاص، وبيزد عليها بغير كل الويتس، كل الويتس اللي عندي واروح مغير كل الويتس، يبقى عندي ويتس جديده، يبقى ده وان اتريشن. احسب الايرور الجديد المفروض نظريا هيطلع لازم هيطلع اقل، طالما ان انا وانا باخد الويتس محترم القصه دي. لا مش لوحدك من الوحدة، انا بقول بالكل. مش لوحدك، افرض ان انا عندي مليون ويت. هفضل كل ويت، اروح حاسب الحسبة دي كلها مش هخلص. بروح حاسب كل الويتس واخد خطوة في الاتجاه. الويتس كلها هغيرها وبعدين اخد خطوة في الاتجاه دي. خلاص تبقى الويتس الجديدة بقت هي القديمة بتاعتي. وادور على ويتس جديدة. انا خلاص اتحركت للنقطة دي. برضه بعيد تطبيق الكلام ده مره ثانيه، لاني بعمل ريزوليشن جديد عند النقطه الجديده واخد خطوه في الاتجاه. ماشي؟ نعم. دكتور يعني انا لو عندي ويتس كتيره اجرب ان انا ازودها مثلا او اجرب ان انا اقللها واشوف انا جاب لي لا ما عملتش كده. انت هتيجي عندي هو ده محور الكلام. ما هو ده دي طريقه بديله على فكره. ان انا اجي عندها وانضمايز كده حواليها ولا اي حاجه واحسب كل واحده منهم ايه وشكل ايه واخد خطوه في الاتجاه ده. ده هيكلفني وقت اكتر شويه في التريننج. طب انا هحدد ازاي؟ هشوف ازاي. اللي بقول عليه ان احنا عملنا لينيرايزيشن وده اسامبشن معقول ات البوينت اللي عندي. لما عملت لينيرايزيشن الفانكشن بتاعتك بقت مانجر. بفضل عندها وبحسب الخطوه الجديده اللي انا واخدها بحسبها حساب. مش بجرب. ده فرق. بالاسامبشن البسيط ده تيلور اللي خدناه كده ومر علينا كده بيستفاد منه حاجات كتير قوي. انك بتيجي تعمل اكسبانشن للفانكشن بتاعك حوالين النقطه بتاعتك وبتقول ان انا هاخد فقط اللينير اللي هي فيرست اوردر، يعني هو الكلام ده مكمل لحد انفينيتي، في سكند اوردر وفي ثيرد اوردر وهكذا، لكن انا بعمل لينيرايزيشن وبعدين بقت مهمتي بعد كده ان انا اجيب بارشال اي بارشال ده. هتطلع لي قيمه ابلوكت جبت نيو ويتس على طول، يعني مش هقعد اجرب حوالين الويت اللي انا فيه، يعني ما باجيش هنا واقعد اجيب الويتس حوالين واشوف احسن حاجه وكلام كده، لا ما بعملش كده. ماشي؟ نعم.
طبعا ده فيكتور دول فيكتور اكس واي دول فيكتور ده فيكتور انا بنتكلم على 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 فيكتور مش بنتكلم على سيلد دايمنشن اول اكتشن دي مش معاك لا اول ما اول حاجه لازم لازم اعمل سيليكشن مش لازم تعمل رندومايزيشن عشان ممكن تجيبها بانك تاخد كل الويتس ليها نفس الهدف يعني عندك مثلا 100 ويت كل واحد واحد على 100 ومش لازم حتى يكون مجموعهم واحد مش لازم ممكن تقول الويت حافظه 0.01 بس ما بتاخدوش خيال في يعني بنحاول ان احنا نضغط على الويتس علشان ما نخليش ويت بمليون لا على فكره بدل ما تعالى تبقى مثلا وزن بلس ماينس 1 ولا حاجه كده. بصراحه احسن ليرور يعني شغال الفورمولا دي في اول اتنين ولا صح؟ او لا في الاول خالص ما بتستخدمهاش. بتستخدم لا هي الفكره اللي انت وانس ان انت اخترت الويتس تبتدي تقول الويتس دي اعمل لها بلاجنج في الفورمولا بتاعتي واحسب الايرور ات ذيس بوينت. لا انت بتحسب اول مره تحسب فيها الويت تحسب فيها الايرور كان عندك ويت ما بتعرفش تحسب الايرور اللي بتكون الويتس موجوده فبتروح حاططها رمله ما عندكش اي وسيله ثانيه. طب اي سيليكشن ممكن تقول حافظهم كلهم تسميت حافظهم كلهم بس ما تاخدش في الاصفار لانك لو عند الصفر لا هتعرف تفضل ولا تعمل حاجه. بتاخد قيم في الغالب اندر وبعدين تتفاليوت الايرور وتبقى الويتس دي هي الاونت والايرور ده هو الاونت وبتدور على النيو فاليو. نعم. شكل الايرور فانكشن بيتحدد عن طريق الاكتيفيشن فانكشن بتاع كل يس بيتأثر بيه طبعا. طب هل في اكتيفيشن فانكشن معينة؟ خليني الفانكشن دي ليها معنى واحد. ده بالعافية نخلي الدنيا كده شكلها لطيف في السمايل. أي فانكشن هتاخدها تراي تو روتيت وفيت يعني الدنيا مش مقفولة يعني. بس التركيب معقد مفيش حاجة بتتمضمض يعني. لو خدتها لينير يبقى ما عملتش حاجة. لو خدتها نون لينير قلت اي اقترح اي نون لينير فانكشن تساعدني ان انا البروبلم اوصلها بسرعه. دي ولا احنا معرفين الايرور. ممكن يكون في فاريانت نعمله بس ده في الاخر يعني انت بتختار حاجه يعني ما هو حدش قال لنا ان هي لازم تبقى كده مش لازم. في فاريانتس كتير في الموضوع يعني بس احنا بناخد الكونسبت الاساسي. الاكتيفيشن فانكشن اللي احنا شفناها قبل كده اللي هي السب مونت. هي الشكل ده مش الواي دي نفسها يعني ممكن نقول ان الواي دي بتساوي الفانكشن اللي اسمها اف اوف يو بي دي هي السيجمويد فانكشن. اي سؤال؟ طيب يصبح البروبلم بتاعتنا هي ازاي نحسب هي في البروبلم بتاعتنا لو احنا بنتكلم هنا على واي جي واي كي بنتكلم على واي جي نصبح دي هي البروبلم بتاعتي. اي سؤال؟ نعم. لو الايرور دي لو الايرور
اكتر من ايه؟ طبعا طبعا مهم. هي ليها جلوبال مينيمم اكيد محدش يعرفه الا ربنا. محدش يقدر محدش يدعى للفانكشن المعقده قوي دي انها هيعرف الاوبتيمم كام. انما في ملايين يعني كام كيلين بعدد الويتس او بعدد النقط على الاقل في مينيمومز يعني. نعم. ما فيش اي ضمان غايه ما هناك اي نقطه رقم انت اخترتها ممكن تطلع النقطه الرقم دي عامله كده 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 مثلا انت اخترتها هنا اخرك هنا اخرك هنا هنا. بعض الناس يقول لك طب يعني بعد ما تخلص وتجيب الويتس اعمل راندوم تشويس تاني فيمكن يديك راندوم تشويس تاني يديك تطلع هنا مثلا فتوصل لدي مثلا انظر راندوم تشويس مثلا يديك دي وقارن ما بين الحل ده والحل ده والحل ده لكن لا ده ولا ده ولا ده احنا ضامنين ان هو الجلوبال ماشي؟ احنا هنا غايه منانا ان نصل الى حل. شوف الاس بي ان بس الاس بي ان هنا يقارن بسنجل نوت. انا عندي هنا الميزه ان انت عندك الاف النوتس بتتفاعل مع بعض فقدرتها على انها توصل لحل حتى ولو كان ما هواش اوبتيمم لكن ممكن يكون احسن من اللي توصل له الاس بي ان. واخد بالك؟ حتى ولو مش ضامن ان هو ده بتعطي النيورال نتورك كل السوليوشنز اللي بتقدمها كل الاستراكشرز بتاعتها. نرجع تاني للبروبلم بتاعتنا نكملها هنا. يبقى انا عاوز احسب بارشال اي بارشال دبليو جي وبي. ده هو اللي انا عاوز اوصله. الكلام ده يمكن ان احنا نقول ان هو بيساوي بارشل اي بارشل واي تي مضروب في بارشل واي تي بارشل يو كي مضروب في بارشل يو كي بارشل دبليو جي وكي. دي بيسموها التشين رول بتاع التفاضل. ده ما فيش اي مشكله فيه يعني انا لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه غلط ولا حتى في اكسبريشن ماشي. الجيرو كي دول اللي هم الجيرو كي ده عباره عن ايه؟ الجيرو كي هم البيتس بتاعتي اللي شغال بيها. ارسمها لك بالتفصيل شويه عشان تحس. انا لو عندي واحد بكابتل كي ودي سمول كي وهنا الانبوت اكس واحد لحد اكس كابتن جي وده اكس سمول جي. فانت عندك دولت هيبقى هما دبليو واحد وكي وكي اهو. ما نخش كده الويتس اللي موجوده هنا هي جنرال ويتس دبليو سمول جي وكي.
فهي ماتريكس لو عاوز تبص للويتس دي هي عباره عن ماتريكس لو حابب تشوفها جي في كي. يعني لو بصيت لها هتلاقيها كده دبليو واحد واحد وهنا ان جنرال دبليو جي وكي وهنا دبليو كابتل جي كابتل كي وهنا دبليو واحد وكي وهنا دبليو جي وواحد وهكذا. ماشي؟ طيب فعاوزين نوجد كل واحده من دول. تعالوا ناخد ابسط واحد. انا المفروض دي بالنسبه لدبليو جي وكي اللي هيبقى لي هنا ايه؟ اكس جي. هي الاكس جي مظبوط؟ المفروض دي هيبقى لك دبليو اكس اكس جي. حد عمل قرارات او شايف حاجه غلط بالخطوه دي؟ نعم. مش عارف ان انا اسم دي ليا واحده. اسم ايه؟ ليا واحده ولا تقول ليا واحده؟ الحاله بتاعتنا دي ليا واحده. احنا ما حللناش الكيس تو ليرز او ان ليرز بس ده الكيس بتاع سنجل ليرز. يعني كانه هنضرب في دول. واخد بالك؟ يعني لو عايز تشوفها ممكن تروح ضارب هنا في الاكس واحد لحد الاكس كابتل اي وتقول ان الكلام ده بس هيمر على فانكشن مش هيكون بالظبط وبيساوي الواي واحد لحد الواي كابتل كي وفي النص واي كي. ماشي؟ على فكره يعني مهم قوي تعرفوا كمان ان وي كان ورك اون فيكتوريال او ماتريكس. يعني شغل التريننج وشغل البروسيسنج it is good to understand how to convert it to a matrix operations. تبقى ملكت الدنيا في ايدك وبقيت فاهم ايه اللي بيتم. اول ما بتروح تشتغل على تول كيت ولا حاجه خلاص انت مش فاهم اللي بيحصل انت مش بتغير البارامتر في قصه القصه. تمام؟ طيب نيجي التفاضل بتاع الجزء ده. واي كي بالنسبه لليو. هي الواي بالنسبه لليو اهي. صح؟ المرة اللي فاتت انا اديتكم التفاضل بتاع ديت وزميلتكم سألت اذا اديتها ليه؟ اهو ده التفاضل بتاع الواي كي بالنسبة لليو كي احنا استخدمناه المرة اللي فاتت ان هو ده عبارة عن تفاضل اف اوف يو بالنسبة لليو ده بيساوي اف وفي يو كي في واحد ماينس الاف وفي يو كي. الكلام دوت اثبتناه المره اللي فاتت. اف وي يوز السيجمويد از ان اكتيفيشن فانكشن. ماشي؟ اللي ما كانش موجود المره اللي فاتت مجرد بس يصدقها دلوقتي ويرجع لها انها سهله. لان مجرد انت لو خدت لو قلت لك فاضل لي دي المايند مات يو شود بي ايبل تو بروف التست. بس انا ممكن انور بالاف يو ممكن اروح اقول ان الاف يو هي نفسها الواي كي.
فما حدش هيزعل مني لما اروح اضغط ادي واي كي واحد ماينس الواي كي. في مشكلة؟ الواي كي دي نوت واحدة سبحان الله على نوت واحدة. الأب بتاع النوت؟ الأب؟ ماشي؟ يبقى الجزء ده. يبقى الجزء ده. وأنا عندي فورمولا بتاعته أيضاً. بس أظن هنا في تمام. الفورمولا بتاعتي اهي. حد يقدر يقول لي كده على طول اوف مايند لما فاضل دي بالنسبه للواي كي بتاعي؟ سميشن اوف واي كي ناقص تي كي. سميشن بقى. اطلع واي كي ناقص تي كي. ما انت هتفضل اللي جوه النص موجود وكمان لو ما هتفضل الواي كي بالنسبه للواي كي واحد خلاص. واخد بالك؟ فهذه هتبقى ايه؟ y k minus t k. لو حد هنا في اي حاجه تايهه؟ انا بعمل التقلل ده جي اف كي يعني بعمله جي اف كي مره انا بعمل جي واحده وفي واحده في مره ولا ايه؟ لا انا بعمله في كل سن لكل شيء يعني انا هنا كاني واقف عن اكس جي كاني انا واقف هنا عن اكس جي واخد الويبس المشترك الاكس جي بتتغير فيها وعملت لها تغيير لما تغير اكس جي هتغير الويبس المرتبطه واخد بالك الكي ويتس المرتبطه بيها فبسكرين كل الويتس بالشكل ده يعني كل شيء وقرر لكل الكميات يس بتمشي على تاخد شيب واحد وتخلص الويتس المرتبطه باكس واحد وبعدين تاخد اكس تعوض عنها باثنين وكل في اي سؤال؟ نعم في ايه؟ تقدر تعملها يعني تاخد الانبوت على كل بيس مثلا تاخد الانبوت ولا ده حق خلينا نخلص بس البروف وبعدين نشوف هنعالج اسم القيمة دي يا اخواننا بيحبوا يسموها اسم ديتا كي بيحبوا يسموها الدلتا كي ويبقى الفورمولا بتاعتي بقت عباره عن دلتا كي في الاكس جي القيمه دي على بعضها ما فيهاش ولا سنجل جي يعني وانس اللي انت حسبتها خلاص بتبقى حسبتها لكل الويتس اللي موجوده فور جيفن جي بتغير الكي يعني دبليو جي واحد دبليو جي اثنين دبليو جي ثلاثة لحد دبليو جي كابتن كل ده له نفس الكي دلتا كي واضح؟ الكلام ده لما حضرتك تغير الجي كمان تبقى كل الدبليو جي والكي بقى عندك الفاليو اللي بتغيرها في سو ذات انك تقدر تيجي تاخد خطوه في الاتجاه ان انت تبلغ الكلام ده هنا تقدر تعمل خطوة في الاتجاه اللي انت عايزه. نعم. اكس جي بتساوي دلتا كي في اكس جي.
اكس يعني اكس هي بتساوي على لا كله على بعض كل ده على بعض مش الاكس لا ده انا يعني ده كله يعني هما في عصطلي او دي يدوها بس رمز اسمه جي كي ديلتا كي عشان ما نحسبهاش في كل بيت يبقى كل البيتس المرتبطه بالاكس جي بحسب لها ديلتا كي واحده واخد بالك نفس على نفس النسب ده بقى على الدايره هتحسب انظر ديلتا كي فور انظر او فور انظر اكس جي واخد بالك يبقى انت دلوقتي كل دبليو جي وكي واخد بالك نبلاك جوه الفورمولا بتاعتنا نقدر نجيب على طول ال احنا هنا ما جربناش اذا احنا ما عدناش نجرب حوالين النقطه وده كان ممكن يبقى حل بس الحل ده على فكره كان هيبقى ما انتش مستفيد من اي حاجه من الرياضه حل هيطول معانا احنا هنا بنقول لا انا هعمل لينيرايزيشن للفانكشن بتاعتي حوالين النقطه اللي انا عملت ستارت بيها لان انا خدت راندوم ويتس وبعدين من بعد كده همشي خطوه خطوه وهقدر اعمل ابديت للويتس بتاعتي فتصبح ال انيو هو الحقيقه يعني انت بتحسب الاي بس علشان تتاكد ان انت ماشي في الاتجاه الاي نيو بيساوي زي ما احنا شايفين هنا اي اولت ماينس ايتا بارشال اي بارشال او يعني ممكن لو حابب اشيل بقى بارشال اي بارش كده واحط لك القيمه اعتقد ان هنضطر نعملها كده لانه لازم نكون غيرنا البيتس كلها. عن القيمه الاوض للويتس كلها اللي هي تبدو جي. الكلام ده سكوير واحد. نبتدينا بيتريت كل مره انا بيبقى عندي باخد خطوه في الاتجاه كل مره عمال اخد خطوه في الاتجاه بيبقى عندي ويتس وباخد خطوه في الاتجاه فممكن نقول انه بالشكل ده واحنا عمالين نتريت progressively we are going to the is not guaranteed to be the global minimum but might be a good solution now انت قلت ده انا عملت تكرير كده وبعدين الايرور بدا يعلى تاني انا ما وصلتش لهدف ده اه بس الايرور ده يعلى تاني كمل معايا ولا لا لا طبعا بس هتعرف منين ان هو بيعلى هو وهنا عمره ما هيعلى. هو هنا عمره ما هيعلى، اكوردنج الكلام ده عمره ما هيعلى. صح؟ بس هو سؤالك برضه منطقي، يعني طب في الاخر ما هو ممكن يبقى بيحفظ الديتا تريننج داتا الويتس كتير قوي، تريننج داتا مش قادره تساعده على انه يجنراليز. يجنراليز السوليوشن يعني يخرج من انه يحفظ. انا قلت لكم قبل كده مفهوم الجنراليزيشن لو جيت لنتورك او طفل هي بتتعلم زي الطفل بالظبط وقلت له احنا عندنا ده منظر شجره اتفرج على اول مره في عمره يشوف شجره هيشوف واحده تانيه مختلفه بشكلها هي شجره برضه بس هو هيسال تاني لان قلنا له شجر شاف شجرتين
لسه دماغه مش قادر يجنراليز بحيث يشوف شجره ثالثه يكون دي شجره. السؤال ده يتم يتكرر من الطفل مئات المرات لحد في لحظه من اللحظات ما يبقاش محتاج حد يجاوب على السؤال، يشوف دي شجره بس عاوز حد يزعق يعزز النتيجه اللي وصلناها دي. فلما نقول له اه شجره شاطر خلاص يبقى ايه؟ يقدر يعرف الشجره. الولد وهو بيتعلم احنا دانيالين اتعلمنا ازاي؟ لكن هذه الطريقه بتتعلم ايه؟ فانت لما تيجي تدي تريننج لداتا بلاين للداتا للنتورك ممكن تحفظ. اديتها اكزامبل واحد اثنين ثلاثه 10 اكزامبلز. حفظ ال 10 اكزامبلز وتجيب لك 100% صح في التريننج ديتا. ودايما دايما وجارانتي ان على التريننج ديتا وي ار جوينج تو جيم بالادرس ده وجارانتي ده. لكن اللي مش هنقدر نجارانتي ان لما تروح لتست ديتا انذر سايد اوف ديتا ما شافهاش قبل كده انه فعلا هيدي حل كويس. واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ في حاجات كتير بتتعمل among this. اولا اول حاجه كثر التريننج ديتا. As a rule of thumb take التريننج examples training examples قد ما تقدر اكتر من if you can. يعني طبعا ممكن ما بلاش اكتر من دي اسيتيف نتصور انها شرط يعني. in the range of 10 times a number of weeks 10 times the number of ways. طب 5 times the number of ways تشتغل على الشغل. طب 3 times بس ايه ما تزنقش على اكتر من كده. واخد بالك؟ بس ممكن تشتغل. طب ما عنديش النتورك ما عنديش تريننج داتا كفايه. في تكنيك بقى تعمله بيساعد. وانت خايف من ايه؟ هو لما بيتمرن على الداتا ديفنتلي هيفهمها كويس. ده هيتعلمها لا هيجنراليزها. لو العدد كبير هيجنراليز يتعلم، لو العدد قليل هيحفظ. وكل الكلاسيفايرز اللي بتتعامل معاها بنشوف انها تحفظ. بنحاول ندور على الكلاسيفايرز ما تحفظش تجنراليز الحاجة. كان بيقول لك اوكي خد جزء من الداتا، يعني بدل ما تقسم الداتا لترين وتست الداتا بتاعتك، بدل ما تقسمها لترين وتست قسمها ثلاثة ترين وحاجة اسمها ديفلوبمنت أو تيوري. تيونينج داتا او ديفلوبمنت داتا وتيست، يعني مقسمه الى ثلاث حتت. التيست ده ما اتطلبش منه الا مره واحده بس في الاخر تقول لي النتيجه كذا، تقول لي النتيجه كذا على دي. تيست مره واحده بس هو ده هي دي النتيجه بتاعتي. اداني 80% خلاص هعمل ايه؟ طب تعالى التريننج داتا كانت بتديني 99% ايه؟ اي دونت كير اباوت هي داتا قد ايه في التريننج داتا. انما بنعمل بارت اوف ذا داتا نسميه تيونينج داتا نتست كل شويه. كل ما نعمل كام اتريشن كده نتست على الداتا دي. ما هو انا لو رحت للترين انا ضامن انها هتحسن. ده الكرايتيريا بتاع اختيار الميتس انها تحسن الايرور.
فعمرها عمر الجيلوب هيسوق مني في الترين. هو الكريتيريا ولا غير الجيتس حتى لو التطبيق طفيف الكريتيريا بيست على ايه؟ على اني اقلل الايرور. على اني اقلل الايرور. يعني الفورموليشن بتاعي بياكد لي ان كل ما مره كل ما احسن. اعمل ايه بقى؟ اروح واخد شويه من الداتا قبل ما امرن. يعني ممكن تاخد دي 80% مثلا ودي 10% ودي 10%. ولو الداتا كبيره قوي ممكن ناخد 90-5-5. لو الداتا قليله ممكن تاخد 60-20-20. يعني ما هياش ايه؟ ما هياش حاجه كده. بس طبعا البلك الاساسي بيبقى التريننج. البلك الكبير بيبقى التريننج. واعمل ايه بقى؟ ساعتها بتست على ايه ده؟ يعني لو قدر لينا ان احنا نرسم كيرف، الكيرف ده نرسمه هنا، لو قدر لينا ان احنا نرسم كيرف نقول فيه الايرور على التريند داتا والايرور على الديفلوبمنت داتا. الايرور على التريند داتا دي اتريشنز او سميناها الاي بوكس. تلاقي ده عمال ينزل 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 ده مش طبعا ما هيبقى في الصفر يعني، بس يعني ايه ينزل ده. على الديفلوبمنت داتا ده الايرور على الترين، نحط دول تاني ونقول ده الايرور على الديفلوبمنت داتا. نحط الايرور على الديفلوبمنت داتا اللي هي بيعمل كده. لا مش هيكون عقلك في الغالب يبقى في احتمال كبير ان بدات النتورك تحبس مره ثانيه. بناخد الديفلوبمنت داتا، داتا بسمح لنفسي ان انا استخدمها عشان اشوف اوقف فين، لان طول ما انا عمال امرن الايرور بينزل على التريننج داتا. ده ماتيماتيكال بروفد. هتلاقي كل خطوه بتاخدها حتى مهما كان تغيير بسيط في الايرور لكنك ضامن ان هينزل. فتنتني واخد التريننج ديتا ماشي بيها ماشي 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 ماشي، وبعدين كل ما انا طبعاً بقى ان انا اجيب ايرور اقل. فبصيت لقيت قيمه الايرور هنا مثلا على التريننج ديتا بجيب 99% اكيورسي، الايرور قليل قوي. واجي على التست ديتا الاقيها 70% 60%، الدنيا وحشه قوي. يقول لك لا انت عملت اوفر فيتنج، عملت لازم تعمل اوفر فيتنج، تقعد تمشي ورا الاكزامبلز وتحطهم من بعض لحد ما توصلوا لهم 100% او 100%. لكن ما بتعملش سيرفيس معقوله جينيريك كده بيس ان ايه تفرق مثلا كلاس عن كلاس بسهوله. لا ما بيكونش بيقعد ياخد جزء من الباور بتاع السوليوشن بتاعك، جزء من الويتس كتير قوي ويستهلكوا في الدهاليز دي او التفاصيل الدقيقه قوي. ده مش حل كويس. حل كويس يبقى حاجه كده سيرفيس نعمه كده معقوله بتفصل تو كلاس حتى لو كان في شويه. بس جيبها ازاي؟
اجيبها ازاي في النيورال نتورك؟ احنا ماشيين كل ده في التحسيس، يعني مش عندي جلوبال سيجوش، مش عندي كلوز فورم سيجوش، واخد بالك؟ في تكنيكس ثانيه الدنيا ماتيماتيكال مانجر، وبقدر اوصل للاوبتيمال نانوس. في الحلقه هنا باجي حاجه اسمها تيوننج داتا او الديفلوبمنت داتا. كل ما اعمل ايتريشن او كل كام ايتريشن اروح عمل ايفالويشن ليها، اجيب الايرور بيها، الاقي الايرور بينزل، يبقى احنا ماشيين في الاتجاه الصح، لان التريننج الديفلوبمنت داتا ما دخلتش في التريننج، ما دخلتش في التريننج، هتعمل متتبع كده كده ماشي 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 ماشي، اول ما الاقي الايرور بدا يطلع يبقى انا ابتديت اعمل اوفر فيتنج، اوقف بقى اقول لا بس لازم اقف. دكتور في الايتريشن بعد بحسب الايرور بعد ما بحسب الويتس الجديده وارجع تاني احسب الايرور صح؟ اه تو ايرورز بقى. انا الويتس بحسبها ازاي من الايرور اللي انا حسبته؟ لا اللي انت بتعمل لو انا باك بروباجيشن وانا انت بتفترض ان انت عندك الويتس لما تبقى رقم في اول مره لان دي اخر تغيير انت عملته، وتروح تحسب الايرور بتاع التريننج داتا، وكمان احسب الايرور بتاع الديفلوبمنت داتا في نفس الوقت، واخد بالك؟ وبعد خلاص عندك دور عملت ايتريشن وغيرت الويتس، ده اتحسن وده اتحسن، احنا اكسبت كمل لحد ما وصلنا لنقطه ده هيظل يحسن غصبا عننا، ده لازم يحسن، هو ما عندوش مكان يخش بقى ويجيب الدكتور والمعرض غريبه جدا غريبه جدا، جت نويز نويز نويز، جت نقطه كده هيروح واخد الويتس، هيروح واخد الويتس ويتم وراها لما يجيبها، ما انت عملت مره هيروح واخد الويتس ويتم وراها لما يجيب النقطه دي ويدخلها في الكلاس ده، ده يعني نقطه خطر مثلا في سبيتش عربية صمرت جنبنا فتعتبر اوتلاير، يعني الصوت ده اوتلاير مش صوت حقيقي، وتصرف على انه الكلاس دوت فيتم لما جت، فادي عيب ان ايه؟ عيب ان انا اتني ورا تريننج ديتا واصدقها وانا بمرن، لا كتيره كفايه دي حاجه كويسه هتساعد، يعني ايه؟ كل ما كتر التريننج ديتا يحصل ايه؟ يحصل ان الكيرف ده يبتدي ينزل معايا ويتحسن، يعني كل ما كتر التريننج ديتا كل ما التريننج ديتا تزيد الاقي انه الديفلوبمنت ديتا بتاعتي بتتحسن، يعني بدل ما انا اقف هنا اقف هنا والايرور الايرور في التيست هيبقى ريليفنت قريب من الايرور بتاع الديفلوبمنت هيبقى رايق. يا دكتور انا ممكن الكريشن بحسب الايرور بتاع الديفلوبمنت اه 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 اوفر فيتنج يعني ابتديت تحفظ مش تتعلم، فاهم الفرق بين الحفظ والتعلم؟ احنا عاوزين النتورك او ان جنرال اي ماشين ليرننج تكنيك بنشتغل على ايه؟ يحفظ ولا يتعلم؟ يتعلم جنرالايز، السوليوشن يبقى جنرال مش مرتبط بالسامبلز اللي شافها في التريننج داتا بس، فبعمل ايه؟ بكتر التريننج داتا قد ما اقدر، يا ريت يا ريت اقدر اخلي التريننج اكزامبلز اكتر من او يساوي 10 تايمز الويت اللي عندي، يعني عندي 1000 ويت يا ريت يبقى التريننج اكزامبلز عندي مش اقل من 10000، يا ريت. طب هي ما اقدرش اوصل ل 10000 لسبب يبقى 5 3 ماشي هشتغل ان شاء الله هشتغل، بس علشان امنع النتورك عشان امنع النتورك انها تخش في الحفظ او تعمل اوفر فيتنج بمنعها ازاي؟ بجيب جزء من الداتا
ما هواش لا تريننج ولا تست. لا تريننج ولا تست. واخده واعمل بيه وانا بعلم اجيب كمان الايرور بتاعه مش هستغله في حاجه خالص. مش هو اللي بقرر احسب على اساسه الويتس. انا دايما ماشي مع التريننج بتاعه لكن بقرر بيه اكمل انظر ايكو انظر ايتريشن سايكل ولا اكتر كده. تمام. يعني البروجكت بتاعنا انت جايب الداتا خد شويه منهم على جنب خد شويه منهم على جنب واحنا بنعرف مثلا الفونت سايز فهنشغل نيورال نتورك وبمرر الداتا اللي عندي كل اكزامبل بقول له ده سايز كذا هو فونتات مختلفه بس هو ده السايز كذا فلو مرنت وما خدتش بالي واجي تست على التريننج داتا كده واشوف الايرور حصل له ايه الاقيه قعدت 10 ايام امرن في النتورك والنتورك جابت لي 100% اكيرس اروح للتست الاقيها بتجيب 70% لان حصل اوفر فيتنج على الكلمات اللي شافها دي بس دخل بقى في ايه؟ في تفاصيل شكل الكلمه مش قادر يجنرالايز هديله كلمات تانية بصيغ مختلفة قدرته على التمييز تضعف أعمل إيه؟ باخد جزء من الداتا لا هو الترين ولا هو التست. يعني أنت هتاخد الداتا بتاعتك دي وأنت لازم تتست برضه أنت بتجيب كام؟ فقسمها مثلا هي حجمها مش بطال يعني ممكن تقسمها إلى 90 5 5 أو 80 10 10 واستغل 10 دول عشان ما تعملش اوفر فيتنج. وبعدين عاوز تست تقول لا ديتا ثانيه طب ليه ما باخدش الجيرنج ديتا والاوتبوت او الايرور بتاعها هو ده اعتبره هو دي النتيجه بتاعتي خلاص. اختلف عليها كده. كون استخدمته في التحسين كل انت عارف لو استخدمته في التحسين كتير قوي دخل معاك كانه اترند فهو اشتريت انا ما غيرتش الويتس بناء عليه لكن بعمل ايه؟ كل شويه ابص واشوف تاثيره ايه على الويتس انا ماشي في الاتجاه او ماشي في الاتجاه طب لا وقف كده. طب ما يمكن لو كنت استخدمت انا تيست داتا بدل الديب داتا كنت وقفت مثلا كنت وقفت هنا او كنت وقفت هنا. فمين قال ان انا كنت لو استخدمت التيست داتا كان فعلا هيديني نفس الاتريشن اللي اقف عنده. وبالتالي الايرور اللي بحسبه من الديفلوبمنت داتا ما اقدرش اعتمد عليه. تمام؟ ما اقدرش اعتمد انت عارف اعمل زي ايه؟ زي مدرس وعنده امتحان وراح يدي الطلبه الامتحان راح يدي الطلبه الامتحان فالطلبه جابوا 100% ده انا كده موريهم التريننج بتاعي قعد مرنهم على العشر اسئله بتوع الامتحان ها تاني مررت عليهم حتى ما جابوا 100% ليه عاوز اشوف قدرتهم الحقيقيه راح جاب لهم امتحان تاني وامتحانهم فيه جابوا 50% قال لهم لا ده انا مررت تاني مررهم تاني جابوا بس على نفس الامتحان بتاع اللي جابوا فيه 50% جابوا 60% مرام ما هو ما حللهمش الامتحان بتاع 50% ما حللهمش
بس يمرنهم على 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 داتا تانية، على امتحان تانية، اسئله تانية. ال 50% راحت ل 60، راحت ل 70، راحت ل 75، راحت ل 76. هو ما ادهملهمش الامتحان ده، بس هو عمال يديهم فيدباك تساعدهم على علم كده. التست بقى ده امتحان الوزاره بقى، ما شفتوش انت قبل كده، هو بتشوفه مره واحده بس. خدت بالك؟ ففي فرق ما بين التريننج ده عامل زي ما تكون بيسموه ايه؟ ال التدريبات. انا بدربك عليه، انا بديك الحل. واخد بالك؟ وبعدين انا اعمل لك اكزام، وبعدين ايه؟ اديك فيدباك، مش بديك الحل بتاع المسائل. يعني بديك اكزامبلز ثانيه وثالثه ورابعه، وكل مره اجيب لك نفس الامتحان اللي انا ما اديتكوش حله. بس ايه؟ في الغالب هتبقى مع كسره الترداد اتعلمت كده بعض المسائل قربت، فايه؟ بقت عندك فكره عن الحل. انما الامتحان اللي جاي بقى من بره خالص، ده هو ده اللي المفروض يجي. فاحنا بنعمل كده انترنالي قبل ما نروح مثلا مسابقه، ولا نحط السيستم بتاعنا في واقع الحياه. بنقسم الداتا الى ثلاث اجزاء، بنمرن بها، يعني بنغير الويتس بيزد على المعلومات اللي عندي في التريننج داتا. بوقف ما اعملش اوفر فيتنج للتيوننج داتا، وبعدين اروح مره واحده بس اختبر تيست داتا. لذلك مهم جدا انت بتقرا بيبر ولا حد بيقول لك انا عملت ايه، تقول له انت النتيجه اللي انت اديتها لي دي على انهي واحده فيهم. لو قال لك على التريننج دوت يعني ايه كده باوزيت، ممكن تطلع 100% وهو السيستم مش عارف يجيب 20%. تقول له على الديفلوبمنت داتا يعني اوكي، يعني هي انديكيشن جيد، لكنه مش ايه، مش مفروض ده. تمام؟ اه. هو الافضل اعمل موديل اوفر فيت الداتا، بعد كده اعالج الاوفر فيت باي طريقه من الطرق، بس ما اعملش اوفر فيت. لا تمنع الاوفر فيت. الاوفر فيت دي معناها ايه في السبيس؟ معناها ان انت رحت النقطه في السبيس بعيد عن الحل الصح. يعني بقول لك اهو، يعني انا لو عندي حل بالشكل ده، طب خليني اعطيك مثال. أبسط شوية. الـ SPM ذكي جدا، بيروح يديك حل عن طريق. تنبص بالظبط ويديك اللي هي البلين أو اللاين اللي بيسيجمنت التو كلاسز دول من أقرب حتة. فرضا ان انا عندي نيورال نتورك فيها ويتس كده قوي، يمكن عاوز احل المساله البسيطه قوي دي تتحل بتو ويتس، يعني مش محتاجه تو ثري ويتس خلاص. فراح الحل عامل كده، جوه ده كلاس وفي بره خلاص، وحد التريننج داتا مظبوطه. تدي له تيست داتا بس، تدي له اي حاجه بره الحته دي، ادي غلط. حصل اوفر فيتنج. خد بالك؟ قعد يحبك على الحل اكثر من اللازم. ف بنخاف لما الويتس تبقى كتير، بس لسبب ما لو واحنا جايين نصمم بنحاول نختار عدد. هو طبعا كل ما الويتس بتبقى كتير دي ليها ميزه برضه، يبقى الحل قادر على انه يسيطر على البروبلم ويحاول يجيب حل، يفورميليت حل معقد، واخد بالك، المشكله. لكن في العيب بتاعه انه يحفظ،
التريننج داتا يتفصل في الحل بتاعها، تخرج عن التريننج داتا. انا كررت الموضوع ده كتير قوي اكتر من مره بس ده مهم، لان كتير ما بنقع في المشكله. ماشي؟ ناخد بالك من ده. طب لو انا عندي another middle layer، لو عندي another middle layer
طيب تعال ناخدها كده على جنب ونشوف ايه نقدر نساوي الكلام ده. نقول البارشل اي بارشل واي جي بيساوي يعني ممكن تبقى صحيحة بس ما تدهنيش
سمح الله دلوقتي عندي البرشه يعني انت كتبت ده بدلاله الويتس جو كي يعني هتبقى ممكن يبقى صح بس انت هتبقى وجود الدم يجيب كده ما حللتنيش المشكله لازم اشيلها واعوض بيها بقى نيوميريكالي ممكن عشان ماشي بالعكس يعني انا هقضي الدم يجيب كده ممكن يعني في الاخر بس دي كانت ما فيهاش يعني مايكل سيتويشن طالما ان انت ماشي صح بس هي يعني انت لازم تجيب لي لازم تبقى الفاليو اوف دبليو جي اوكي لازم تكون عامله انما في حل في حل ثاني هيكون افضل شويه الفورمولا بتاعتي بتسمح لي ان انا بروباجيت من اللاير للاير بشكل افضل وتستخدم برضه الفورمولا اللي سميناها دلتا برضه دلتا جي وخليني امشي فيها برضه بنحب نقول ان دي بتساوي السوميشن على كي برشر اي برشر يو كي برشر هنا يو كي برشر واي جي الكلام ده فكيت وانا الكلمتين دول ماشي ال ده انا بشوف ده هو عباره عن ايه؟ ده هو عباره عن دبليو على كي الكلام ده انا بشوف السهل ده ده السهل ده عباره عن ايه؟ ده اتفضل يا جماعه اشتغل في الوقت دبليو جي وكي ودي بيسميها دلتا كي يعني كلمة هي يعني ده كله بيسميه بس هنا ظهر لي الفاكتور اللي ايه اللي كان لازم نصغره اللي هو الصنشن هشرح الحته دي لانها حتى هنا لو هتتعمل تتعمل هنا هشرح ازاي كان لازم نحط الصنشن على كي حاول لي انا عندي يعني عشان بس توسع لنفسي شويه بدلت ايه بالكلام ده وفضلت
فضلت بالاي بالنسبه للواي كي كلهم حيساوي صفر. هو نفسها بارشل الاي كي بارشل الواي كي، فكل ده حيساوي كله اصفار الا الحاله دي بس، فهتديني اللي هي واي كي ماينس تي كي. مظبوط؟ انا دلوقتي ماسك الجزء ده هنا، انا لما فضلت دي واديت الفورمولا دي محدش سالني دي صح ولا غلط، مع ان في سمشن موجود على كي، لكن كلهم بصفار الا الكيس بتاعت الكي، لان انا بفضل بالنسبه للواي كي. لما جيت هنا وحطيت الصمشن محدش قال لي حطيته ليه؟ انا بفضل هنا بالنسبه لليو كي مش بالنسبه للواي. مظبوط؟ فلو ما حطيتش هتراكو مش في الفورمه اللي قال عليها ما حطش الصمشن، نسينا نحطه، بس بتاعت كان في سليمنج خطا بسيط. واخد بالك؟ لانه وانا جاي افضل الاي بالنسبه لليو كي، الاي بالنسبه لليو كي يعني لو بصيت للحته دي على بعضها، للحته دي على بعضها هي دي بالنسبه لي الواي كي، فدي ليها دي ليها 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 فورمولات. لكن الجديد بس في الموضوع دخول الصف كي، لان اليو كي انا مش بفاضل يعني الاي فانكشن في الواي كي مش في اليو كي. ماشي؟ فلو بتفاضل بالنسبه للواي كي الصمشن هيختفي، لان كل الترمز الثانيه في اذر كيس، يعني انا عندي كيب ثلاثه بس، عند كيب 2 وعند كيب 0 ولا بواحد ولا بعشرة التفاضل الاصفار. انما هنا انا بفاضل الاي بالنسبه لليو كي، فالصمشن مش هيروح منه، مش المفروض يروح منه الصمشن. فالفورمولا هتظهر بالشكل الاتي، هتظهر صمشن الفورمولا النهائيه هتظهر بالشكل ده. البارشل E بارشل W I و G بيساوي الصمشن ده مضروب في Y G واحد ماينس Y G مضروب في في الإكس آر، وده بيحبوا برضه يسموه دلتا G G. ولو رحت اللاير بعد كده هتلاقيك عملت بروباجيت الايرور ده، الفورمولا دي للايرور عملت فورمه زيها يعني. لو رحت مثلا اللاير هيد اللاير الثانيه، لو عندك اثنين هيد اللايرز، عندك ثلاثه هيد اللايرز، عندك فور هيد اللايرز، هتلاقي عمال تعمل فورمولاز شبه دي، وهيظهر لك فيها ويت سم في اللاير اللي بعدها، بدل ما تبقى دلتا كي هتبقى دلتا جي، وده كيو اي وجي بس. يعني انا لو قلت لك بعد ما عملنا اللاير الاولانيه واللاير الثانيه وحطينا كده حطينا شكل الفورمولا ايه، لو اديتك 10 لاير بس خلاص هتقدر تشوف تستنبط الفورمولا بتاعتها بسهوله. طب يصبح النتيجه اللي عندي ان انا عندي دلتا الويتس جي وكي بتساوي سوري
بيساوي ايه؟ ليرنينج ريت دي مثلا؟ ايوه في بارشل دي على بارشل وبارشل دي على بارشل اللي هي ايه؟ اللي هي دلتا كي في اكس جي ايوه اللي هي دلتا كي في اكس جي الكلام ده صح؟ حد معترض عليه؟ مش الكلام ده تربيع؟ مش الكلام ده تربيع؟ لا مش تربيع لا دلتا ويكس دلتا ويكس الاسمات يكون في الوقت بتحسب الدواء طيب والدلتا فاي جي بتساوي بتساوي ايه؟ الترم ده دلتا جي في اكس جي في الدي انا دقيقه كنت انا عارف كده هتبقى ايه واحد من اثنين يعني ما فيش اي مشكله وبعدين عندك دلتا جي في اكس اي هل في علامة مصر ولا مفيش ما الدلتا الدلتا الايتا دي اساسا كونستنت فممكن تبلع الناقص ايه المشكله يعني لو افترضنا ان هي بوينت 1 على ما هي بوزيتيف بحط هنا انا مضطر احط هنا خلي بالك الفورمولا بتاعت الاي فيها ناقص احنا شايفينها قدامنا اهي الفورمولا بتاعت الاي فيها ناقص هل انا هنا في الدلتا دي محتاج احط الناقص اه مش احنا قلنا اللي هي بروبورشن مع النيجاتيف احنا وحدناها بتساوي دلتا دبليو التغير بروبرشن مع بروبرشن مع ماينس دلتا اي كده بالتالي ما تنساش الناقص ده الاند ريزلت هيبقى
الواي جي بديل الاكس جي، يعني لو عاوز احطها تو لايرز يبقى دي برضه كويس انك قلت لنا دي هتبقى هي الواي جي تايب. مظبوط. ماشي دكتور. نعم. وهنا بالنسبه للسميشن اللي موجود هنا اللي هو التفاضل بالنسبه لاي اي بالنسبه ليو كي اللي احنا قلنا هنحط فيه السميشن عشان ان احنا فاضلنا بالنسبه ليو كي ما فاضلناش بالنسبه لواي كي صح؟ بالظبط. طيب مش دي الفانكشن بتاعت الاداه؟ ثانيه في ليو كي؟ مش دي هي دي اللي بنفاضلها. تمام. فالتفاضل بالنسبه ليو كي ده مش هو لازم الاول هحول له تشين رول فهيقلب تفاضل بالنسبه لواي كي الاول بعد كده هفاضل بالنسبه ليو كي تاني؟ ايوه. تمام. ففكره بقى ان انا اشيل السميشن نفسه مش فاهم ليه، واحنا مش كده كده اصلا هنفاضل بالنسبه لواي كي وهيبقى الفاريبل اللي هو اصلا جنرال اللي اسمه كي. انت مصدق معايا الخطوه دي ولا لا؟ ان انا اقدر اقول ايه عباره عن السميشن على كي عندك مانع؟ لا طيب. مش مشكله. والاي كي دي الفورمولا بتاعتها عندك مانع؟ لا. جميل. فيصبح التفاضل بتاع الاي بالنسبه لي الواي كي المفروض يكون سميشن بقى او اليو بقى يبقى ده اللي فهنا السميشن ده صحيح ده عندك مشكله فيه هعمله ازاي غير بالتشين رول لا مش ما احنا عاملين بصرف النظر بس ما تقفش ليه انت عندك مانع ان ده صح الفضل ان حد ده صح طيب يبقى احنا كده متفقين ماشي؟ ماشي الجزء ده عشان ما اقعدش اعمل غلب واسم الثاني هو نفس الجزء ده ماشي هنا بقى الجزء هو ده. نفسه ده حلو طيب فانا شلت ده تحط ده الدلتا طيب التفاضل الاولاني في الجزء بتاع الدلتا ده ايوه التفاضل ده ده على طول ده عباره عن ايه انا هفاضل طيب هو عندك مانع لحد الخطه دي لا حلو فتعالى نكمل كده يبقى انا عندي الاي بيساوي سميشن على الاي كي حلو وبعدين حاجه اقول البارشا الاي بارشا الواي كي الواي كي بيساوي سميشن على بارشا الاي كي على بارشا الواي كي حلو هيساوي كله اصفار ها ليه؟ اكسبت الواي كي ماينس التي كي يعني في كل السميشن ده ليه بقى لان البارشا تي مثلا اي بارشا واي كي تساوي صفر لما اي ده تساوي كي طيب معلش يا دكتور هو انا لما فاضل بالنسبه لكي هيبقى السميشن يعني خلينا نمشيها رياضه بس سميشن على كي هتمشي على كي للواي كي ماينس تي كي ده التفاضل ليه بقى شلنا السميشن كله يعني هو في الاخر هو واي كي ناقص تي كي هو لسه بس انا هي النقطه دي مش هاخد بالك طب هعملها لك انا عندي الكي بيساوي سميشن على كي واي كي ماينس تي كي كل تبديع في النص يعني هقول ان ده بيساوي سميشن على كي خلينا ناخد الفورمولا دي ونشتغل ما احناش مختلفين ماشي؟ هنيجي نقول ان بارشال اي بارشال واي كي بيساوي ايه؟ سميشن على كي للواي كي هنخلي السميشن موجود وادي النص وبارشال الكلام ده بارشال واي كي واخد بالك؟ عندك مشكلة؟ الكلام ده بيساوي السميشن على كي للواي كي ناقص تي كي وتعالى نشوف لو كان
الواي كي دي مثلا يعني الكي بتاعتي مثلا واحد و ده عندي خلينا اخد حالتين اتنين هفترض ان ايه بتساوي نص واي واحد ناقص تي واحد تربيع زائد نص واي اتنين ناقص تي اتنين تربيع دي اعتبار وفاضل الاي بالنسبه لواي واحد هيساوي تفاضل دي هيطلع واي واحد ناقص تي واحد زائد زيرو فهيظهر دايما هتظهر لك ان السمشن بيقول بيختلف تمام هي بس كانت النوتيشن بس ملخبطاني ان هي الكي نفسها انما لما فاضل الاي بالنسبه لليو لا الورقه مختلفه ما اقدرش اهبل السمشن هاخدهم كلهم ليه؟ لان الواي خلي بالك الواي بتاعتي ممكن تكون function في أكثر من يو يعني الـ error بتاعي لو فكيت ممكن يكون الـ other terms function معك موجودة معي فيه اللي هي مش هتقدر تحسب الدلتا جي الا لما يكون عندك دلتا كي فانت انت ماشي ليا افتر لير بتاخد من الاوتبوت لير الهيدر لير الاولانيه من ناحيه الاوتبوت وانت ماشي لذلك بيسموه باك بروبوجيشن انك بترجع بالراجع وفي كل مره بتقدر تبقى عندك الفورمولا اوف الدلتا ويكس اللي بتاخدها طيب لو جينا خدنا حسبنا كل الويتس في كل اللايرز اللي قدامنا وانتهينا ان احنا عاوزين ناخد كل الويتس خلاص بعكسهم 1000 ويت او عندي 2 لايرز في 1000 ويت هنا وفي 1000 ويت هنا حسبت ال 1000 ويت دول حسبت ال 1000 ويت دول وايه؟ وغيرت فلو غيرت كل الويتس مره واحده في سنجل بيسموه اي بوك ده مقبول محدش تعلمني اكستريم تاني مكلف جدا في الوقت ان انا كل ما اغير سنجل ويت اروح احسب الايرور من جديد مره ثانيه حساب الايرور ويت اوفر هيد والانتظار لما تخلص كله براكتيكالي بيقرر الايرور مش بيديك احسن دي طب الحل ايه؟ بتعمل اتريشن كل ما تغير مجموعه بتدخل الموضوع عاوز شرح اكتر شويه بدا شرح بالنسبة للـ U بالنسبة للـ U طب أشوفها معاك
خلاص. خلي بس اوضح لحضراتكم الدايمنشنز يعني. بنبتدي القصه انا عندي اول حاجه بندور على الاستراكشر. ايه الجايد لاين للاستراكشر؟ مينيمم ايرور اللي احنا مش عارفين. لو بروبلم جديده ما حدش حلها و10 بيبر بيحلها ازاي؟ فقلت له هنمد نقول والله خلينا نبتدي بوان هيد ليف. ده المنطقي. عندي اوتبوت وعندي هيد ليف وعندي الانبوت. اللي انت عارفه اكيد عدد ال انك انت مدخل الفيتشرز بتاعتك هنا ومدخلها هنا، فانت عارف الانبوت فيتشر بتاعتك عارفها. يعني البروبلم اللي احنا اشتغلنا فيها بعض الاساينمنتس اللي فاتت كانت اتنين بس ممكن انا ندخل الصوره على بعضها 16 ب 16 تبقى 256. فالانبوت انت عارف الايه؟ السايز بتاعه. وكذلك لو انت عندك مثلا كام كلاس؟ 10 كلاسز. يبقى عندهم 10 اوتبوت. ماشي؟ بعدد الانبوت والاوتبوت امرهم سهل. مش بنتعب فيه. المشكلة موجودة في الهيدن لير. في الهيدن لير. تمام؟ فحضرتك هنا الدنيا فولي كونكتد هنا، فولي كونكتد هنا. بعض الاستراكشرز بيعتبر ان انت داخل بالانبوت على طول. يعني مفيش ويتس هنا والويتس كلها بس موجوده هنا. وبعضهم بيقول لا ده كمان في ويتس احطها للانبوت للهيد اللاير. هنشوف بعض الاستراكشرز وبعض في ستراكشرز لطيفه جدا في النيورال نتورك دي ما هياش الوحيد الباك بروجيشن، انما ده الناس بتتعلم فيه وبتشوف ازاي بيعملوا باك بروجيشن تكنيك عشان يحل مشكله الويتس بتاعته. وبعدين خلاص بقى بعد كده بناخد ستراكشر وبناخد الفيتشرز بتاعته خلاص. كتير منهم بيتعلم بنفس الطريقه. طب اللي انا مش عارفه ده هو اخدهم 100 ولا اخدهم 50 ولا اخدهم 500؟ اي دونت نو. طب نعمل ايه؟ نجرب. نعم. في شكل كده في الحلقه اللي فاتت بيديني كل ما كنت مثلا عدد الليرز زي مثلا فكره في حاجه زي ما بس هو في الاخر ما انتش عارف البروبلم بتاعتك سولفر من يعني وان هيد لاير ولا تو هيد لاير ما فيش حاجه. ما هي ممكن قوي تبقى وان هيد لاير فرصه هنا وخلاص. ولا ممكن تروح للتو هيد لاير وتستارت في لوكال مينيمم حتى لو كان هي فعلا الحل الافضل بس خلاص. فانت اللي بيحصل ان انت بتستارت البروبلم بتاعتك وبتقول والله انا يعني لو وصلت في السوليوشن بتاعتي دي ل 95% انا راضي. وتقعد تجرب في الهيد لاير دي. وهنا اللطيف في النيورال نتورك والمزعج في ان واحد ان انت بتشيل من عليك البرمجه. وفي الغالب كمان بتلاقي اللي بيحسب الحسابات المعقده دي باكج اوريدي موجوده وانت بس عمال تغير البارامترز والكلام وتسيب الكمبيوتر اوفر نايت شغال. وبعد ما يخلص تحسب النتيجه
واعتقد كتير من التكنيكس كمان حكايه ان ياخد جزء من الداتا من التريننج داتا يخليها يحسب بيها الديفلوبمنت اللي يحسب بيها الايرور بتاع الديفلوبمنت اوريدي امبلمنت كتير من التكنيكس فبيوفر عليك حتى انك انت تقدر تتعب في الجزء ده فلا تقعد تجرب وتلاقي ده مثلا بيديك 80% تبدأ مثلا 85 واحد يقول ازاي يعني ما نعلي عدد اليونتس ممكن لما قال عدد اليونتس الايرور الاكيوريسي تنزل او تزيد او ممكن يعني ما نعرفش طب لما اروح لل 500 لا راح مثلا ل 70 طب رحت ل 600 ممكن تروح ل 90 يعني بس تيك كير اوف ذات دونت تراي تو تيك مور ويتس ذان ريزونبل ما يكون عندك 1000 اكزامبل ما تاخدش ويتس 10000 ويتس يعني حاول تدور على فورمولا كده بحيث ان الويتس اللي انت عمال تعمل لها تلاقي يكون في حدود ال 100 200 300 لما يكون عندك انف تريننج داتا وسع على نفسك ممكن يديك حل افضل مفيش مشكله. نعم. شو ان عدد الويتس يبقى تقريبا ما اقولش ده الباشمهندس اللي ماشي بس انا حراجع الغياب بس عشان ما تتظلمش معايا بس. نعم. شو ان عدد التريننج تقريبا على 10 عدد الويتس يفضل يفضل بس احيانا ما بتبقاش الدنيا مرضيه قوي كده ومساله ان انت تتست مع الديفلوبمنت داتا بتنقذك شويه يعني ممكن التوليريت المساله دي ما انتش كاين ما تاخدهاش كده بص عندي مع 1000 مثلا تريننج يبقى انا الماكسيموم بتاعي 100 ما هياش كده ممكن تجرب ال 200 وتشتغل زي انت في الاخر اللي يحكمك ايه؟ عندك ديفلوبمنت بتوقف الاوفر فيتنج بيه وعندك تيست خلاص؟ طيب لما اجي مره كمان بيسالني سؤال انا هوقف امتى؟ لما اجي مره هيسالني سؤال اخد مفهوم الاي بوك مفهوم الاي بوك بالنسبه لك هو انك انت عندك الاكزامبلز بتاعتك عباره عن خلينا نسميها اكس نسميها اسم ثاني ده غير اكس واحد واثنين نخليها من واحد لحد اكس ان ده الاكزامبلز دي عبارة عن ده الفيكتور اكس ماشي بالشكل ده يعني دي التريننج داتا بتاعتي دي التريننج اكزامبلز بتاعتي لو خدتها كلها وشفت التغير اللي بيحصل في الويتس يعني شفت الايفكت لما بحط الاكزامبل ده بيديني مثلا دلتا دبليو واحد ده بيديني دلتا دبليو اتنين وهكذا لحد دلتا دبليو ان هروح واخد الدلتا دي على بعضها واروح واخد خطوه واحده في الاتجاه ده مقبول وممكن حضرتك تقول لا انا مش مضطر اجيب كل الايفكت ده كله انا كل شويه كده كل باتش اوف اكزامبلز عندي هاخد بس عليهم خطوه وممكن يبقى بتاخد وزن ذا سينجل اي بوك بتاخد ايه كذا خطوه في نفس الوقت تمام ده من حيث ايه التريننج داتا طب من حيث الويتس انا عندي 1000 ويت مثلا هل لازم
اعمل الالف كلهم مره واحده واخد خطوه واحده لكل ويت، يعني كل ويت يروح واخد خطوه في نفس الوقت للالف، ولا ممكن اخد بارشل نمبر اوف ويتس كل 100 ويت مثلا احسب لهم التغير بتاعهم واخد بيهم خطوه؟ مش هيقدر، مقدور كويس. ففكرة ان انت تاخد خطوات في النص وانت شغال بدل ما تنتظر الاي توكن، يعني تاخد تمسح الداتا كلها وتاخد بناء على الداتا كلها خطوه واحده، ده مور براكتيكال وبيكتشفوا ان هو كمان بيحسن لهم النتيجه. تمام؟ نعم. دكتور هو ازاي يحسن النتيجه؟ هو قال لو انا عملت ابديت شويه بينس ولقيته بيزيد؟ الكورد طبعا ممكن يحصل اوفر فيتنج، بس يعني بفرض ان احنا لسه بعيد عن الاوفر فيتنج، لا مش هيزيد. بس هي الفكره انه ايه؟ وجهه النظر بتقول الكلام ده عشان الجدال لازم يبقى فيه بس 3 دي كده، يعني بيقول ايه؟ انت بدل خلينا نرسم كان السيرفس لو كنت متخيل معايا ان دي مقاطع في تري دايمنشن، في 3 دايمنشن سيرفس، انا واقف هنا اكوردنج ان انا اعمل اي بوك كامل، انا كاني باخد قرار ان انا اتحرك بالشكل ده. لما اخد بارشل، سواء بارشل عدد من الاكزامبلز في الانبوت او بارشل ويتس، كاني بتحرك كده. يعني ممكن اوصل، مش لازم توصل لنفس النتيجه على فكره، ممكن توصل لنقطه ثانيه افضل. لكن most probably في الحالتين اللي بتتحرك اللي بيحكمنا البراكتيكال اكسبيرينس، فبيفضلوا بيسموها statistical gradient descent. القرار بعد ما تخلص كل البيت، ما تاخدوش ستيب واحد، بتاخده على خطوات. ده بيدي براكتيكالي بيدي حاجه مور، يعني بتبقى افضل من حيث انك انت بتوصل اسرع للنتيجه. طيب كذلك في حاجة اسمها المومنتم، في حاجة تانية اسمها المومنتم المومنتم ترم. انت عندك دلتا اللي انت واخدها سو فار، تقدر تزيدها او تشيلها كل ايه؟ يعني هي ممكن تدخل في الترمات الثانيه. ده الجنرال فورمولا اللي احنا وصلنا لها. في ترم ثاني، بيسموه بتاخد الفا في اتجاه دلتا اوف تي ماينس 1، دلتا الويتس اوف تي ماينس 1، اشرح كلام خلينا نقول هنا دي اوكي كتير من الريفرنس اللي اخترنا بيشيل دي باعتبار انها ممكن تبقى موجوده في
في اي فاكتور هنا. هو اصلا هو بياخد ال... وهو بياخد الدلتا دبليو بيقول انا هاخدها بتساوي ايتا في بارشل اي بارشل بارشل دبليو. وبالتالي لما بيحطش اشاره ناقص كده حطيت اشاره ناقص وانت بتفورموليت هتظهر لك كده. لو ما حطيتهاش هنا وانت هاخد ده بيساوي بوزيتيف هتظهر لك دي بوزيتيف فمهاش مشكله يعني. ايضا يعني لو حطيت النيجاتيف هنا لازم احطه هنا لانه الباقي هيعدي نفسه على الاساس. لو شلته من هنا اشيله عشان بس لو عملت اي ريفرنسز ما تبقاش مربكه. بيضيف هنا ترم تبدا بيقول ايه الفكره بتاعته بتقول ايه. اولا ده مش ايه مش بروف ده اكسبيرمنتد. والغريب ان هو يؤدي الى تحسن وسرعه في التعلم. فايه الناس بتاخد الواس مومنتم ترم. بيقول لي المنطق بتاعه بيقول ايه. طب لو كانت الخطوه اللي فاتت خطوه كويسه طب ما وانا بخط يعني انا ماشي كده في الاتجاه ده وانا واقف هنا وكنت مالي الاتجاه ده مش وحش انا ابتعدت النقطه الجديده وابتديت اخد اتجاه جديد اشتغل بيه بس هاخد فاكتور صغير اقصى دي ممكن تبقى زي ايتا والمصدر في الاتجاه اللي انا اتحسنت فيه الويتس الاقليه. مره ثانيه عامل زي ما كنت ساكن دور الدريبل يعني. يعني لما كنت انت بتاخد خطوه في الاتجاه وطلعت ان هي قللت لك الايرور. طيب ما تحاول كمان تبايظ السوليوشن بتاعك الجديد باللي انت خدته في بدء قبل كده. خدت بالك؟ فيعني ترم الناس بتحطه بيسموه مومنتم ترم هيسرع الحل ملوش اي بروف يعني الا انه اكسبيرمنتالي ويجت بيتر سوليوشن او اسرع لما بنحطه. اي سؤال تاني؟ طيب اوكي بالنسبه للمحاضره بتاعتنا عايز سؤال اخوانا؟ اتفضل. يعني الستاتستيكال جريدنت بسنت ان انا بغير اللي جريد كل شويه؟ لا بتاخد بارشال تشينج اوف ويتس نوت نسيسرلي كل الويتس. ماشي؟ طيب اولا بس عشان قبل ما انسى انتوا ليكوا عندنا محاضره كان المفروض السبت